Bismillah, ve salati ve selamu ala Resulillah. Dinen uvelen ve kubil kulli şeyin. Dedim ki bir eftariq. Tariq idak eskibin igel siyaşı. Katar medri kitibin. Kulli yuvuna dikibin. Ekin siyacı idak edin il makayis. تاريخ جين مقار ماشي مزين 7 سنين ذا النفس إذن أدنو غير التاريخ تاريخ لا يرحم ولا يحشم على الإطلاق إذا قاتل الدنيا لكن إلا أتدنا بدون قزورا ماشي قيخف خطر ما أدنا بدون الحاجة قيخف وتسعر الاساس الاساسيين ساتي دي ذيك زوران ادنينين اي ديلان اميلها اما ذيري ادنينين اين عدان اين نزران ماشي ذاين يغدنا خاطر الطاس تكتبين ديفون لهنا وهناك كتب في التاريخ اجين ولكن التاريخ اجين يشوف يا ربي إلا قاتي ذي كثبن يقاد تعاشن ماشي ذي قاذي مدنان إلا ذي قاذي سلان أكد كثب تكثب ما رانيش ضد التكثب نضد ولكن قلنا ضد يقاذا دي زيفن التاريخ خطر التاريخ مقارب 7 سنوات ونصف من الحرب التحرير لها إيجابيات ولها سلبيات ذي واقين إذ ثورة ثورة هكا كي تخدم ونزمير أنا نخدم كان أين إلهان نخدم أين إلهان نخدم أين ندير ولكن إلا قان قبل أين قين يخسرن عند تدرا كان أين إلهان خاطر أين إلهان ذي وين ندير كي ندكول ولكن ما دني نين أين إلهان إلا قال بنذم أثيغاض الحال وقيف التاريخ ونجرح يون وردن كثق يون ولكن ما يجرح بنادم التاريخ يثي جرح ماشي دن كدي الضان يثي جرح ولكن التاريخ إلى قاثي دنينين أكني إلا نغموش أن تحاسب أمام الله وأمام الشعب وأمام الشهداء ذي وقين إذ التاريخ يصحان هي ماذا بنا أذي ليت المقايس الصارمة يقدر قد يكتبن قطع طاسة يكتبن تكتبين ويعاشر كل واقع الواقع جين إذا قد يعيش الواقع أذي يعيش الحوادث الأليمة باش يزمر أدينين أين يزرع وين يعدن في الناس إذن ذوقي التاريخ قيل قاس نفك القيمة ضم قرآن ذا القيمة الأمة بدون التاريخ ماشي الأمة مرارا إذ قرأك الأمة إلى قتيسين تاريخين الشباب الجيل الصاعد ذي سين التاريخين أمهم مثن إي مولانيس أشي قدران ذي مولانيس أم خي دبر ثمور في الجزائر أمين سيدكسن ذي قيمي تلفسا هي فرنسا بفضل التضحيات الشهداء اللي حروا هذه البلاد العظيم لحر العباد قطر العباد لن تسيزي سكلاف يحسب فرنسا ولكن كرا ذاقين إذا قادوا غالي شتو حرد فير باش أظهرن داشي قاعدان في اللسان ولكن مع الأسف الشديد الساقين وزرينا لها وقالنا لها تاريخ إصحان إذا قادوا ظهرن تاريخ إصحان ذي غيقاذي يكتبنا كاقيا
هذا الزران خطر ثورة ما تكتبض الحاجة ولو وين متخص بكتاب التاريخ يجمل لا هذه يكتب كان واحد يلقى المادة الأولى لا ماتيريال بريمير واتي ديفكن ذا مجاهد اللي عاصن الواقع تيناس ديفكن الواقع تيناس ديفكن الصح. إذن أدنو غار شيطو غار دفير عادة النظر في تسيير الأمة بكل صراحة الأمة يجين تخزير ماشي للأمة من 54 إلا قانو غار الطريق الصحيح أرو بريض ربي أولا وثانيا ونحترم المؤتمر واد الصمام ذن التسع يقزر عن إبردان ثورة التحرير ومن بعد حورة التحرير حورية التحرير مؤتمر الصمام اجتمع إيقاذ يوعان إيقاذ إلان على المستوى المؤتمر الصمام جمع جميع الولايات القطر الجزائرية شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلى قرية إفري الحبيبة قرية إفري ثم انطلقت ثورة من جديد هاك التكوين الولايات والتكوين القيادات والتوصيات الصارمة لتسيير الثورة وبعد الثورة. إذن لأن على كل حال النقطة إيقلان درستنا النقطة الأولى الحساسة هو الحجرة الثانية النفاق الثالثة الفساد الرابعة التزوير. إذن كرا ذاكك يتشد الرأس لنا ذي المؤتمر والسمام هي التقدير والاحترام إيقاذ يتجد معان دينا يدي السفغن التوصية تاقين مع الأسف الشديد التوصية تاقين وبعد تتبعنا لكل ولكن لن يقاذ ميم إلا الضد ولكن كويس النيق المؤتمر الصمام شرعا وإيجابيا شرعا وإيجابيا هو لوحد الأمة الجزائرية هو لوحد جيش التحرير الوطني ثم تكونت جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني لا جيش التحرير متكون هو متكلف بالحراب ضد العدو المهمة سن تاقين المهمة نظن جبهة التحرير الوطني متكلف بالسياسة الخارجية والداخلية لا تسناد. إذن لنكون جبهة جيش التحرير وجبهة التحرير كل يوم يساعد دوريس ولكن 62 جيش التحرير الوطني قد انتهى المهمة ينس يغار المتحف التاريخي جبهة التحرير الوطني لازم أيضا أتغال المتحف الوطني أتسعى الاحترام والتقدير لأن جيش التحرير وجب